موسم وحيد في دوري الدرجة الثانية. الجيفو لا كورونيا تحت القيادة الفنية للمدرب خوسيلوي. هدف جوادرادو في دوري الدرجة الثانية. كانت له تصريحات بالأمس جوادرادو مية لفريق ديبورتيفو. استلام من سفيان فيغولي. فالنسيا لإيجاد الثغرات في دفاعات ديبورتيفو. هذه اللاعب سفيان فيغولي. كرة أمامية سولدادو يلمس تذهب إلى فيغولي. سفيان فيغولي لو عدى شكل خطورة. عرضية جميلة والهجمة لفريق فالنسيا. التمريرة الأرضية رائعة من قبل سفيان فيغولي إلى جوناس أوليفيرا. يطلق تسديدة قوية ولكنها تعلو العرضة. نتابع ثواني الإعادة عملها له فالنسيا الذي حقق ما يسمى في أسبانيا بالبطولة الخاصة. أو ساسونا لعب الاختتافي حتى جاء إلى المستايا في 2011 الموسم الماضي. سد صاحب الهدف كابتن من قبل كارلوس مارتشينا. الملكي إهدار النقاط بعد التعادل في الجولة الأولى 1-1 مع فالنسيا. ودي المحاولة. ماذا أضاع اللاعب. يستحق تحية الجماهير جو بريرا. وانتو حلوة مع سفيان فيغولي بيلاقوا بعض كويس لعيبة فالنسيا. فيغولي غير اللعب جدا للهجمة المرتدة. جابو إلى جوادرادو. حلوة انطلاقة للاعب سفيان فيغولي. لم كورتو فيغولي. جوادرادو في الانتظار عايز يلعبها لجوادرادو. تصطدم بالدفاع مرة تانية من سفيان فيغولي. خارج الملعب ضربة مرمى. ماتشو عرضية خطيرة جدا. يشتت الدفاع مرة تانية سفيان فيغولي. فاليرون إلى سفيان فيغولي. فيغولي يلعب كرة ساقطة مرة أخرى ولكن تسلل أوليفيرا للمنطلق سفيان فيغولي. يلم كورته حلوة قوي اللاعب جواو بيريرا إلى سفيان فيغولي. سليم فيغولي 2003 في الإمارات مع المنتخب الكولومبي للشباب الذي حقق المركز الثالث في هذه البطولة. فيغولي يستعيد التقدم. فيغولي يعود الفارق إلى هدفين من جديد. الدولي العربي الجزائري سفيان فيغولي يحرز هدف جميل لتصبح النتيجة 3-1. أراد فريق فالنسيا أن يستعيد فارق الهدفين سريعا وسفيان فيغولي يحرز الهدف الثالث في الدقيقة رقم 41 لتصبح النتيجة 3-1. سفيان فيغولي يحرز هدف جميل بتمريرة روعة مرة أخرى تضرب دفاعات فريق ديبورتيفو. وينفرد اللاعب سفيان فيغولي وباللمسة. فيغولي قلت لحضراتكم في الموسم الماضي كان سجل 6 أهداف. اليوم يحرز على وجه المدافع إيفالدو. إيفالدو زعلان لأن سفيان فيغولي عدى منه تخطاه حطه في ظهره ووضع الكرة داخل الشباك. هذا الهدف الثالث الجميل الذي أحرزه اللاعب سفيان فيغولي. شوف ردة الفعل. يا سلام على الشوط الأول المثير الذي انتهى بتقدم فريق فالنسيا والهدف الثالث للاعب الجزائري سفيان فيغولي. بينما هدف فريق ديبور في الشوط الأول. الهدف الأول والثاني لفريق فالنسيا. لاعب داخل منطقة الجزاء وتسديدة أخرى من قبل اللاعب سفيان فيغولي ولكن يشتت الدفاع. هذه سفيان فيغولي المعار من نادي بنفيكا. وادي لمسة من سولدادو جوناس لكن تأتي التغطية من إيفالدو. فيغولي المدرب موريسيو بيلغرينو شاف ان فريق ديبورتيفو بدأ يخترق. يأتي اليسار برونو جاما على حدود منطقة الجزاء. سفيان فيغولي يعود ويقوم بالواجبات الدفاعية. هيرمان لوكس. دانييل باريخو. أمامية باريخو في اتجاه سفيان فيغولي. اختفى فيغولي في الشوط الثاني. قدم شوطا أول رائعا سفيان فيغولي.